مستوى واستثماره إيجابا لدفع قدما بقطاع حيوي جدا في مصر ألا وهو قطاع السياحة. معي ومعكم في هذا اللقاء دكتور حسام هزاع عضو الاتحاد المصري للغرف السياحية. أهلا بحضرتك يا فندم. كل سنه وانتم طيبين. كل سنه وحضرتك طيب. طبعا ان يبقى في تقارير سياحيه بتتكلم عن هذه النسبه لازم نتوقف عندها من اكثر من زاويه. لما ننظر للموضوع بنظره سياحيه متخصصه حضرتك تقول ايه؟ في كذا شق في هذا الموضوع، اهمهم الاستقرار السياسي والامني في مصر. ده ادى انطباع كبير جدا وسمعه ممتازه لمصر في الخارج في كافه المؤتمرات في نقل الصوره عن مصر. اخرها كان نقل الصوره عن مصر في تنظيم دوره كاس الامم الافريقيه، بالاضافه ان كان في مؤتمر السياحه العربيه اللي كان موجود في دبي وكلنا حضرناه تقريبا. القطاع السياحي ممثل في الهيئات، القطاع الخاص والهيئات الحكوميه، وزاره السياحه وغرفه شركات السياحه واتحاد غرف شركات السياحه، وتم التسويق الى مصر بشكل جيد، القطاع الحكومي والقطاع الخاص، هيئه تنشيط السياحه. فزادت نسبه الاشغالات داخل مصر داخل الفنادق، بالاضافه طبعا للسياحه الداخليه المصريين والسياحه العربيه، لان ده الفتره او الهاي سيزون بالنسبه لهم هي فتره الصيف. التسويق كان بطرق وتقنية حديثة جدا، لأن هم متشابهين معنا في كل شيء، حتى في مواعيد الأجازات بتاعتهم، في السوق بتاعهم، في حتى في المدارس والجامعات. فبيبقى في فترة معينة اللي هي فترة الصيف، فجم السنة دي واتجه معظم السياحة العربية إلى أكتر إلى الساحل الشمالي، بالفنادق اللي في الساحل الشمالي، بالشاليهات اللي في الساحل الشمالي. فوصلت نسبة الإشغالات إلى 100%. وفي الغردقة برضو أنا بقول لحضرتك فترة العيد نسبة الإشغالات الحمد لله وصلت 100% مصريين وجزء أجانب. يعني احنا بنتكلم عن النسبة الأكبر محليين وعرب ونسبة أجانب، ولكن ربما أقل قليلا. أقل قليلا لأن يعني دول البحر الأبيض المتوسط ممكن يكون الإيطاليين، الأسبان، اللي هم اليونانيين، ودول شرق اوروبا اللي هي مش روسيا بالذات، ولكن بعض الدول الاخرى زي من طاجكستان، اوزبكستان، الاوكران. ده انا استشف منه يا فندم ان السياحه الشاطئيه او ترفيهيه، سياحه المصايف، يعني ايا كان ما اصطلح عليها، بدات تحظى بمرتبه اكثر تقدما في الفتره الأخيرة، وإزاي ده ممكن نستثمر ده لتطوير قطاع السياحة بصفة عامة وإحداث حالة من التكاملية بين هذا النوع من السياحة وربما أنواع أخرى؟ هو السياحة دي هي الأكثر على مستوى العالم، يعني مش مصر بس، وتصل إلى أكثر من حوالي 80% هذا النوع من السياحة، لأن الناس بتتجه إلى سياحة المصايف أو الشواطئ، سواء بقى في يقعد على الشاطئ فقط او يعمل دايفنج الى اخره. فالنوع ده هو بيتخللها نوع بسيط من السياحه الثقافيه اللي هي بتبقى الاوبشنال او الاختياريه، ان هو بيطلع يزور منطقه زي منطقه الاقصر او القاهره وهو خلال فتره وجوده في الغردقه او في شرم الشيخ، وفي الاسكندريه برضو ممكن يقوم بزيارات، او في الساحل الشمالي ممكن يقوم بزيارات لمدينه الاسكندريه كنوع من السياحه الثقافيه. لكن السياحه الثقافيه بتمثل حوالي من 10 ل 15% او 10 ل 12%، ودي بتبقى فتره الشتاء بالنسبه للاجانب بالذات. ازاي الاجراءات اللي اتخذت اخيرا عززت من الميزه التنفسيه لمصر بشكل عام وبشكل خاص لمنطقه الساحل الشمالي، بالنظر لبدء الحكومه تنفيذ المرحله الاولى من مدينه العالمين الجديده، توجه لتطوير الطرق، شبكه مواصلات تحظى باهتمام كبير في الفتره الاخيره وما الى ذلك؟ هو طبعا مدينه العالمين والتطور الحادث فيها دلوقتي وبداية بناء مجموعة من الفنادق واستثمارات كبيرة من دول مختلفة عربية، بالإضافة إلى الاستثمارات المصرية، والاستثمارات الأجنبية متوقع أنها تصل إلى 4 مليار 2 مليون دولار في السياحة لوحديها بالنسبة لمصر كلها، ومن ضمنها طبعا مدينة العالمين.
هتزيد نسبة الاستثمارات دي بنسبة 25% وهتزيد السياحة كذلك بنسبة 25%. تمام. أولا منطقة العلمين، أنا أعتقد أن مدينة العلمين هتصبح العاصمة السياسية لمصر في المستقبل بديل للإسكندرية. وفيها جامعة العلمين وفيها جامعات خاصة دلوقتي ابتدت تنشأ في كافة الفروع. إنشاء المجموعة من الفنادق أهم من إنشاء قرى سياحية أو شاليهات بنظام الشاليهات، لأن دي بتحتاج إلى مجهود كبير في التسويق والإيجار وبتبقى فترة معينة بالنسبة للمصريين. على ذكر فترة معينة، فكرة إن أنا أستفيد من الساحل الشمالي مش بس في شهور الصيف لكن على مدار العام، إزاي تم التوسع فيها وإيه المرتقب لتعظيم الاستفادة أيضا من هذا المنح أو هذا الطرح؟ هو هذا الطرح محتاج جهود كبيرة جدا في التسويق. يعني احنا عايزين نتكلم في تسويق بيقوم به القطاع الخاص وبتقوم به وزارة السياحة خلاص وهيئة تنشيط السياحة، ولكن احنا عايزين تسويق الدولة نفسها تقوم بخطط تسويقية كبيرة جدا لجذب السياحة او جذب المستثمرين من الخارج للاستثمار في هذا المجال. يعني الساحل الشمالي كشاليهات موجودة، ده محتاج شركات عالمية تسويقية تقوم بتسويق هذا المنتج، لأن ده منتج وكل سوق على حدة، بمعنى أن في سوق معين السوق الأوروبي الشرقي زي السوق الأوروبي مختلف عن السوق الأوروبي في البحر الأبيض المتوسط، مختلف عن السوق العربي، مختلف عن السوق الأسيوي، مختلف عن السوق اللي في أمريكا اللاتينية. فده متطلب في كل حاجة. يعني احنا بنعمل خطط التسويقية بتاعتنا حسب الجنسيات المختلفة، حسب مواعيد الأجازات بتاعت هذه الدول، حسب حاجات كتيرة جدا. أهمها ان احنا دلوقتي دخلنا في مرحلة مهمة اللي هي التسويق بشكل رقمي او التكنولوجيا الحديثة، التسويق بشكل معين. أهم هذه الموضوعات ان احنا داخلين في موضوع السياحة الإلكترونية، والدولة متجهة الى تحويل كل شيء رقمي. ده بالنسبة لنا مهم كقطاع سياحي في جذب اكتر عدد من السياح الى مصر عن طريق التأشيرة الإلكترونية. التأشيرة الإلكترونية دي بتطبق على الدول اللي هي بتاخد التأشيرة في المطار، لا احنا عايزين التأشيرة الإلكترونية دي تطبق على معظم الدول وتكون مرتبطة ببرنامج مع الشركات السياحية والفنادق السياحية. يعني هو بيجي يدخل البلد عن طريق، يعني مش عايزين المركزية، بمعنى ان في بعض الدول واحنا بنواجه كقطاع سياحي ان هو عشان يحصل على التأشيرة يجب انه يقوم بزيارة السفارة المصرية في العاصمة للدولة لكي يحصل على التأشيرة، وبتاخد اجراءات وقت في خلال هذه الفترة مدة 3 أسابيع بيحصل ارتفاع في ثمن تذكرة الشخص نفسه أو السائح نفسه، فبيضطر يأجل الرحلة لأن هو هل هياخد التأشيرة ولا مش هياخد التأشيرة. ده اتجاه محمود جدا يا فندم، لكن ربما يعني ما يؤسف لي أن ما بيتمش بالتزامن مع تقديم تيسيرات مماثلة من الدول الأخرى للمصريين لما بيسافروا هذه الدول. لا أنا عايز أقول لحضرتك حاجة، إحنا دولة سياحية المعاملة بالمثل في الإجراءات السياسية أو في الحاجات اللي هي المواطنين دي حاجة ودي شيء تاني، بمعنى أن في بعض الدول بتقول الوصول للمطار ومعاك $2000 بتاخد التأشيرة في المطار، ما بيعاملناش إحنا بالمثل. يعني هو بياخد التأشيرة بصعوبة من عندنا لكن إحنا بننزل عنده في المطار بناخد التأشيرة. مش في أوروبا طبعا، في دول أخرى، في دول عربية ربما أوروبا يعني أكثر. لا أوروبا لازم، يعني بص حضرتك أوروبا لازم ناخد التأشيرة من خلال السفارة، احنا كحجاج مصريين او معتمرين مصريين لازم ناخد التأشيرة وبقت الكترونية دلوقتي من خلال المملكة العربية السعودية، لان احنا عندنا دي شعيرة سياحة دينية وعقائدية. مثلا دبي بيتم التأشيرة الالكترونية، يا بيتقبل يا بيترفض. انا يعني المهم مش عندي هل هو ممكن يرفض وهو ممكن يقبل في اي دولة، بس المهم ان عندي ان هو يبقى في اي منطقة في بلده يقدر يدخل على النت ويحصل على التأشيرة. تمام. بيدفع قيمة التأشيرة قبل أو رفض، فده بيسهل كتير جدا في التسويق بشكل كبير جدا بالنسبة للسياحة، ويكون مرتبط معاه برنامج منظم. جميل. من خلال شركة سياحة وغيرها. بما أننا تطرقنا بشكل سريع لأشكال السياحة المختلفة، كيفية ربط السياحة الترفيهية منطقة الساحل الشمالي بالسياحة العلاجية والاستشفائية
اللي بالتأكيد في مناطق كتيرة جدا يعني متميزة بيها زي الواحات وحلوان وغيرها، لكن فكرة الربط، ايه الأصداء الإيجابية المنشودة وايه الطريقة غير التقليدية للتعامل مع أشكال مختلفة للسياحة أن يحصل شكل من أشكال الاندماج أو التكامل بينها وبين بعضها؟ هو ده اتجاه دلوقتي في الدولة بتسعى إلى الدمج بين السياحة الترفيهية أو السياحة العلاجية والسياحة الثقافية مثلا. وده مش صعب، لأن المريض اللي بينزل محتاج إلى علاج في مستشفى خاص بينزل هو وعائلته وأسرته، وده في برامج بالفعل موجودة للأسر اللي بتنزل مع المريض اللي بيتم علاجه، وفي خلال وجودهم في مصر بيتم لهم أو بيتم تنظيم برامج سياحية بزيارة المناطق الأثرية أو بزيارة مناطق ترفيهية أو سياحية أو شاطئية إلى هذا البرنامج. احنا طبعا عندنا زي ما حضرتك ذكرت الواحد لوحديها ممكن يكون في عندنا 400 عين، في عندنا الرمال الموجودة لعلاج الصدفية وغيره، في المراكز الطبية الكبيرة والمستشفيات الكبيرة، ودي ليها معارض ومؤتمرات خاصة بتتم سنويا على مستوى العالم، وبيتم فيها ذهاب بعض المهتمين بهذا النوع من السياحة إلى هذه المؤتمرات ونقل الخبرات إلى مصر. ولكن طبعا محتاجة برضو اندماج أكتر، ولكن هو موجود بالفعل السياحة الثقافية مع السياحة العلاجية، ولكن محتاجة الحضور في هذه المعارض والمؤتمرات والتخصص. يعني احنا عندنا في مثلا منطقة زي منطقة أسوان أشهر حاجة فيها الرمال اللي كان موجودة، وكان الأغاخان بيبقى موجود بيقعد في أولد كاتر أو سوري مش في فندق مشهور جدا اللي هناك في أسوان، وبينزل كمان وبنى هناك لوفيلا وكان بيجي سنويا، وبعدين لما توفى بتيجي كانت مراته لغاية فترة معينة لغاية ما توفت وبعد كده ايه. فدي كلها معالم موجودة في مصر، في عندنا عناصر كتيرة. أهم حاجة زي ما بقول لحضرتك هي وإحنا ماشيين في الخطة الصحيحة اللي أدت إلى زيادة هذا النوع من السياحة وكمان السياحات الأخرى، وأنا راجل يعني بحسبها بالورقة والقلم، واحد زائد واحد يساوي اتنين. في تسويق سياحي، في نتائج إيجابية، النتائج الإيجابية دي بتتمثل إحنا عندنا دلوقتي بقى في كم كبير من الثقة العالمية في الأمن في داخل مصر، في المطارات المصرية، في التسويق لمصر بالطرق التقنية سياحة الحديثة، المؤتمرات كمان. سياحة المؤتمرات طبعا. احنا عندنا مؤتمر للسياحة العلاجية مهم جدا هيكون في سبتمبر القادم ان شاء الله في شرم الشيخ، وهيبقى خاص بالسياحة العلاجية والسياحة ذوي الإعاقة خاصة، لان ده مهم جدا برضو، لان دي نسبة كبيرة احنا محتاجين ان احنا يبقى فيه، وهو موجود بالفعل وهيكون موجود هذا النوع برضو، ان بيبقوا مخصص لهم من ساعة وصولهم للمطار لخدمتهم بشكل خاص، الى وصولهم الى الاماكن السياحية في المراكب السياحية في الفنادق السياحية بيبقى متواجد هذا او هذه الخدمة بالنسبة للسياحة ذوي الإعاقة الخاصة. الطاقة الاستيعابية للفنادق عندنا موجودة، وممكن يصل عدد السياح في 2019 الى 12 مليون سائح مثلا. كل وده كان يعني احنا حصل عندنا طفرة كبيرة في 2017 وبعدين 2018 و2019 مقارنة بال 2016 كانت السياحة وصلت لمعدل ضعيف جدا حوالي 5 مليون وشوية سائح، وبعد كده وصلت إلى 8 مليون و 300 ألف سائح، وبعد كده وصلت إلى حوالي 10 إلى 11 مليون سائح في 2018 ومتوقع تصل إلى 12 مليون. في السياحة العربية منها في 2018 وصلت إلى ما يقرب من 3 مليون سائح، حوالي 30 أو 32% من إجمالي عدد السياحة الموجودة. إحنا في الاتحاد المصري للغرف السياحية تحت قيادة عضو مجلس إدارة الاتحاد الأستاذ ناصر ترك، هو بيرأس لجنة السياحة العربية ودي مرتبطة بمنظمة السياحة العربية، في تخطيط كبير للفترة القادمة، وطبعا بيرأس الاتحاد الأستاذ أحمد الوصيف. إحنا في اللجنة المركزية بتاعت منظمة السياحة العربية، وحصل مقابلة في مؤتمر دبي الماضي في شهر 1/5 كأعضاء اتحاد هناك، وحصل مناقشة خطط كتيرة وتوافقات بأن إحنا هنعمل قوافل للدول العربية ودول شرق آسيا، لأن في بينا كم شغل كبير ممكن يحصل واستجلاب أفواج سياحية كبيرة. على ذكر الشغل اللي ممكن يحصل دكتور حسام، في ملمح كتير من المعنيين بالسياحة المصرية بيعولوا عليه، فكرة أني أنا ك يعني هدف سياحي أو كوجهة سياحية
مصر أرضي مختلف فئات السياح، بمعنى في سياح ذوي إنفاق مرتفع أو دخول مرتفعة، سياح أقل. ففكرة أن أنا أخاطب كل شرائح السياح، إزاي دي موضوع في الاعتبار في هذه المرحلة وممكن فعلا تدي ميزة تنافسية أكبر وقيمة مضافة لمصر كوجهة سياحية، يعني أصبح السياح يلجأ إليها بشكل أكبر ولافت في الفترة؟ هو في نوعين من السياحة، السياحة الإلكترونية دي السعر يعني للكل واحد، سواء بقى هو أمريكي أو روسي أو هندي أو كده، ده النوع، لأنه هو بيحجز الباكج أو البرنامج السياحي عن طريق الإنترنت. ولكن في السياحة اللي هي العادية الريجولر، اللي هي بيبقى فيه وكلاء لينا ترافل ايجنسي أو تور أوبريتور برا، وده بيصدر لنا السياح بتوعه إلى مصر. فكل سوق بيبقى مختلف عن الآخر حتى في تسعيرة الفنادق، يعني بمعنى الصيني غير الأمريكي غير الخليجي غير الأسيوي غير الهندي، واخد بال حضرتك؟ متوسط إنفاق الهندي بيبقى ضعيف مثلا، متوسط إنفاق الأمريكي والصيني عالي، الصيني تفوق على الأمريكي في متوسط الإنفاق، الياباني متوسط إنفاقه عالي، طبعا الخليجي بيبقى أعلى الجميع متوسط إنفاقه، وبيبقى يعني إحنا مش عايزين نذكر السياحة الصينية رائجة بشكل ما أفتكر في إحنا المفروض ناخد السوق بتاعنا يستوعب أكتر من كده بكتير، بس هو الطيران برضو عشان المسافة. إحنا ممكن السنة اللي فاتت وصلنا 243 ألف سائح صيني تقريبا من الصين إلى مصر، المفروض العدد ده يوصل أكتر من كده، لأن عدد السياح اللي بيخرجوا برا الصين عدد كبير جدا بمئات يعني مش فاكر النسبة بالظبط، بس رقم كبير جدا. إحنا على الأقل لو وصلنا المليون سائح صيني في مصر هيبقى نسبة عالية بالنسبة لنا. إيه سياح الجنسية السياح اللي مصر بالنسبة لهم كانت وجهة مفضلة ومحتاجين إن إحنا ندق على هذا المحور بشكل أكبر في الفترة دي حتى نستقطب قطاع أكبر؟ السياح الألمان رقم واحد في مصر، 1,700,000 كانوا في 2018، ومتوقع يزيدوا بنسبة 25% إن شاء الله 2019، هيبقوا على نهاية العام ممكن يوصلوا لحوالي 2,200,000 أو 2,250,000. يليهم الأوكران كانوا من السياحة الأجنبية إلى مصر، يليهم الإنجليز، يليهم بعد كده جنسيات مختلفة. ولكن السياحة الخليجية برضو لازم تحط في الاعتبار، لأن وصل لنا السنة اللي فاتت 909,000 واحد من السعودية لوحدي، واحدة بال حضرتك، فمتوقع أن السياحة الخليجية تصل إلى أعداد كبيرة. عايزين نزود السياحة. في سياحات كمان يا فندم مرتبطة بممارسة الرياضات، يعني زي قبل كده مثلا سياحة البالون في أماكن معينة، سياحة اليخوت، بما أننا بنتكلم بشكل أكبر عن سياحة شاطئية في هذا اللقاء. إيه يعني حتى نكون مطابقين للمواصفات العالمية، يعني ما الملمح اللي يبقى حتى الآن مفقود بعض شيء يشكل تحدي يجب أن نلتفت إليه في الفترة القريبة القادمة؟ هو في داخل مصر وفي يعني لو خارج مصر، يبقى احنا لازم نتجه إلى سياحة اليخوت ما بين مصر مثلا واليونان وقبرص، منطقة البحر الأبيض المتوسط دي، إن تقدر سياحة اليخوت يصلوا بيها أو يقدروا يجوا بيها. لو في سياحة البحر الأحمر مثلا، إحنا الأقرب دولة لينا في البحر الأحمر السعودية، فلو يعني إحنا عندنا مرسى علم فيها مثلا يخوت، الغردقة فيها يخوت، فممكن سياحة، لو ده المقصود أو قصد حضرتك بسياحة اليخوت إن كل واحد يصل باليخت بتاعه إلى مصر، فهي دي أقرب مناطق لنا في سياحة اليخوت. ودي طبعا تدليل العوائق، فكرة تدليل العوائق، وأيضا أن يكون في يعني شهرة رائجة لمصر أن الرياضة آمنة، فيكون السائح مطمن على نفسه، لأن بنسمع عن حوادث مش بس في مصر، يعني في أنحاء مختلفة. لا، هي الحقيقة المناطق آمنة، بس هي ممكن ما تكونش رائجة، بس هو ممكن ترجع إلى مصر سياحة السفن اللي هي كانت بتصل إلى مصر ما بين دول البحر الأبيض المتوسط، مصر، اليونان، قبرص، إلى آخره، يعني في كذا دولة، فكانت بتيجي هنا وتصل إلى ميناء الإسكندرية وبتنزل كروبات سياحية كتيرة جدا. هي دي طبعا بعد 2010 أو 2011، بعد 25 يناير توقفت هذا النوع من السياحة، بس كانت بتنزل كروبات كتيرة جدا، مراكب ضخمة جدا، بينزلوا زيارة إلى مصر، بينزلوا إلى الإسكندرية، بيركب معهم المرشد السياحي من ميناء الإسكندرية، يصلوا إلى القاهرة، يزوروا المتحف المصري والهرم، وبعدين يوصلوا لبورسعيد تكون المركب منتظرهم هناك، وبعدين يتجه إلى
دولة أخرى. ده نوع من السياحات برضو عن كانت مصر ساعتها موجودة في هذه الخريطة، ولكن إن شاء الله ده هيكون الفترة القادمة موجود لزيادة أنماط أو زيادة السياحات المختلفة. إحنا كان عندنا فترة من الفترات بعض الشركات بتطبق سياحة الأوفر داي بالطيران القاهرة لأبروس قاهرة، أو الناس بتيجي من أبروس تحضر يوم القاهرة زيارة المتحف المصري بالأهرامات وتتغدى وكده وترجع تاني. فإن شاء الله سريعة. دي رحلات سريعة بس بالطيران يعني دي كانت بالطيران. فدلوقتي مصر الحقيقة في كم من المطارات زي مطار سفينكس الداخلي، في مطار في العاصمة الإدارية الجديدة، كل هذه الأنواع من المطارات هتؤدي إلى الرواج السياحي الكبير في المرحلة القادمة. اسمح لي أختتم سريعا جدا ماشي في السياحة التقليدية، سياحة الأثار ما الذي ينقصها حاليا؟ سياحة الأثار هي مرتبطة بالموسم الشتوي دائما، بداية من أول نوفمبر حتى نهاية إبريل، لأن هي دي الفترة اللي بنقدر حتى احنا كمصريين بيطلعوا نص السنة في فترة الشتاء. فترة الصيف طبعا بيجيها أسواق معينة فقط. هي الترويج للسياحة الثقافية بالنسبة للعالم احنا بيتم التسويق بشكل معين، ولكن برضو طلب بشكل معين محتاج يكون أفضل حضرتك تقصد. لا مش مسألة أفضل، هو جذب الزبون أو السائح للسياحة الثقافية بيتم بالفعل، لأن احنا بنبذل قصارى جهدنا، ولكن في سائح بيحب الدايفنج، هو نازل مخصوص عشان يبقى قاعد عايز مراكز الغوص موجه وهو وده بالنسبه له السياحه الثقافيه بتاعته، هو عايز ينزل في البحر الاحمر يشوف الشعب او يشوف واتيفر بقى الحيوانات المائيه كله. وفي سائح بيبقى جاي للسياحه الشاطئيه ريلاكسيشن للشمس، عايز يقعد في الشمس فقط وخلالها ياخد سياحه. لكن طبعا احنا هنركز الفتره القادمه على السياحه، لان السياحه الثقافيه هي السياحه بتاعه الاغنياء، متوسط الانفاق فيها عالي جدا. والسياحه الدينيه، رحله الحج الى مصر طبعا، والهولي لاند دي اللي هي بابا الفاتيكان سمح بسبع مرات او بالرحله يعني هو مجال جذاب جدا والحديث عنه يطول، مش عايزين ناخد حق الجوله الصحفيه. طيب فيعني نكتفي بهذا القدر، وان كنا سعيدنا بصحبه حضرتك جدا وحصلنا على معلومات مهمه جدا. انا بشكر حضرتك وبقول لحضرتك كل سنه وحضرتك طيب. سعيدنا بصحبتك دكتور حسام هزاع عضو الاتحاد المصري للكره السياحيه، شرفتني يا فندم. شرفتني يا فندم، كل سنه وانتم طيبين. كل سنه وحضرتك طيب. كل سنه وحضراتكم طيبين. مشاهدينا الكرام، ادي كانت المحطه الختاميه في لقائنا معاكم في من القاهره النهارده. بعد قليل هتابعوا معانا جوله صحفيه بصحبه الزميل محمد شعبان. اترككم في رعايه الله، الى اللقاء.